للجهة الأخرى تتطلع المملكة إلى إعطاء دفعة قوية لمسارها التنموي من خلال تنزيل عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهامة، فضلا عن الاستعداد لاحتضان عدد من التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى آخرها نيل المملكة شرف تنظيم كأس العالم لسنة 2030 وفق كل من إسبانيا والبرتغال. وفي هذا السياق تشكل جهة طنجة تطوان حسيمة صورة مشرقة للمملكة المغربية من خلال المسار التنموي الذي عرفته الجهة بفضل المقاربة الملكية السامية ورؤيته الحكيمة الرامية إلى جعلها قطبا اقتصاديا رائدا على المستوى الوطني والدولي لما تتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية تنافس كبرى حواضر العالم. مؤهلات أنتجت تحولات وآثار إيجابية لم تستفد منها هذه الجهة فحسب، بل امتدت لتأخذ بعدا وطنيا عبر توفير العديد من فرص الشغل لشباب وكفاءات قادمة من مناطق أخرى بحكم تنوع العروض التشغيلية الناتجة عن هذه الحركة المسجلة. فبفضل الأوراش التنموية المندمجة التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله أياده، حققت جهة طنجة تطوان حسيمة قفزة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت في وقت قياسي أول قطب في صناعة السيارات وثاني قطب صناعي بالمملكة، والجهة التي تسجل نسبة نمو عالية على الصعيد الوطني على مستوى مؤشر التنمية البشرية. لذلك يستدعي النهوض بمفهوم خدمات عمومية أن يضع والي الجهة بل وكل مسؤول تراب نصب عينيه التعليمات الملكية السامية التي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية لا سيما الالتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية. إن ممثلي الإدارة الترابية بالجهة مدعوون إلى الإنصات للمواطنين عن طريق التواصل معهم واعتماد الحوار البناء كمنهج في تدبير الإشكاليات المطروحة، فالمطلوب تأطير الساكنة المحلية وتطبيق سياسة القرب والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة. وجود الإدارة الترابية غير مرتبط فقط بالتدبير اليومي وبتتبع العادي لما يجري في دائرة النفوذ على جميع المستويات، بل أن وجودها يجب أن يكون بمنظور استراتيجي يستبق الأحداث ويعطي مضمونا متطورا للمفهوم الملكي للسلطة الذي استشعر أهميته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلاء عرش أسلاف الميامين كإطار قابل للتجديد والتماهي مع كل الخصائص المميزة لكل مرحلة سياسية واجتماعية على حينها. مقومات السلطة هذه تعتبر تجديدا فعليا لرغبة الدولة في جعلها في خدمة المواطن وفي قلب التحولات المجتمعية، لا سيما وأنه تم القيام بإصلاحات مهمة وجب أن تجد ترجمتها في عمل الإدارة الترابية بما يسمح بتجديد دورها في تقريب الخدمات من المواطنين وإعادة بناء العلاقة مع الجماعات الترابية من زاوية صلاحياتها الجديدة، وكذلك خط الفعالية في عمل مصالح اللامركزة. وغير بعيد عن ذلك يتعين التأكيد على أن خدمة المواطن يجب أن ينظر إليها من زاوية شمولية تستحضر جميع مناحي الحياة العامة، لذا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية التي قد تطرح داخل أي مجال ترابي معين. هذا الهاج الأمني يتخذ بعدا أكبر إذا تعلق الأمر بجهة تشكل الوجه الشمالي للمملكة تجاه أوروبا وما تواجه من مخاطر مصدرها بعض المجموعات الإجرامية التي تنشط في مجال التجارة بالبشر والتجارة الدولية المخدرات والتهريب بمختلف أنواعه، فضلا عن خطر تسلل العناصر الإرهابية المتربصة بأمن بلادنا. وعليه وبالرغم من أن النجاعة والفعالية التي اكتسبتها مصالحنا الأمنية تجعلنا فخورين بصورة بلدنا كدولة مستقرة وآمنة بشهادة شركائنا الدوليين، فإنه مع ذلك لا بد من الحفاظ على روح اليقظة والحذر والتعبئة لأنه السبيل الوحيد الكافي بإفشال مخططات أعداء البلاد.
حضرات السيدات والسادة، تبقى لمؤسساتنا القدرة الكاملة على إنجاح مختلف الرهانات الكبرى التي تواجه بلادنا والتوجه نحو المستقبل بكل إرادة وعزيمة، حيث لا يسعنا في هذا الصدد إلا استحضار خطاب العرش لهذه السنة، حين أكد جلالته حفظه الله أن المغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل. واليوم وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة. انتهى النطق الملكي الثاني. في الختام أود أن أنوه بالجهود الملموسة التي يبذلها المنتخبون والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني لتنمية هذه الجهة، وأهيب بالجميع أن يمدوا المساعدة للوالي الجديد خدمة للساكنة المحلية وتحقيقا للتنمية المستدامة وفق مقاربة تقوم على استغلال جميع الإمكانات المتاحة لتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع والتي من شأنها جعل الجهة في مستوى انتظارات وتطلعات مواطنين. كما أهيب برجال القوات العمومية من أمن وطني ودرة ملكي وقوات مساعدة ورجال وقاية مدنية لمواصلة جهود خدمة لرعايا صاحب الجلالة حفظه الله والتجند الدائم في سبيل خدمة الصالح العام. وفقنا الله لما فيه خالص الأعمال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سائلين الله عز وجل أن يبقي جلالته ذخرا وملانا لهذه الأمة وأن يقر عينه بولي عهده صاحب سمو الملك الأمين مولاي الحسن، وأن يشد أزر جلالته بشقيقه صاحب سمو الملك الأمين مولاي رشيد وباقي أفراد أسرة الملكة الكريمة، إنه السميع المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.